حضرتك في طلبات الأطفال اللي هما بالكيجي والإعدادي والابتدائي وكده اللي بيطلبوهم المدرسين أول يوم؟ يعني الطلبات ديت يعني هي مبالغ فيها شوية، بس يعني هي معروفة كل سنة كده، يعني مش السنة دي بس، يعني مع كل سنة كده، فاهمة؟ يعني أنت رأيك إن هي مبالغ فيها؟ بتبقى مبالغ فيها فعلا، يعني مش حاجات كتير وكراسات كتير، يعني العربي بيخش في حوالي 8 كراسات، الرياضة حوالي 3 أو 4. نوعية الجلاد الشفاف، عايزة جلاد شفاف، ايه لازمته؟ ما هيبين رسمة الكراسة، اللي هو الشفاف خالص ده الأبيض، هيبين ايه؟ هتجلد بيه ايه؟ ما الكراسة كده كده باينة، ملهاش أي لازمة، ما تيجي الكراسة زي ما هي، ما تجيلي كيس الجلاد لو كان عندك 3 أولاد، ما تجيلي كيس الجلاد ب 12 جنيه 13 ب 12 جنيه 13 جنيه، هتعملي بيها ايه؟ هتعملي بيها ايه؟ الفيبرا كاسل الالوان ب 110، الخشب 80 جنيه في الماستر، ودخلت المدرسه عايزاهم، هيعمل بيه ايه؟ هو فنون جميله، فيبرا كاسل ب 110، هو مش فنون جميله، وده عيل لسه في كيجي، انا فاكره طلبتها منها في اولى ابتدائي، مش فنون جميله يعني عشان تطلب فيبرا كاسل ومش عارفه سن كام ملي والوان في الماستر بتاعتها اصلا مش بتطبع في الصفحه اللي ورا، ما تسيبيه عيل يشخبط كده. حاجات اوفر علينا قوي قوي في طلبات في كل حاجة. حاجة تانية، كان مصاريف المدرسة هتدفع في البنك، ايه لازمتها؟ احنا كل ما ندفع في المدرسة عايز اتفرج على شكل البنوك والبوستة ده عشان مكتبة البريد عاملة ازاي زحمة. خلاص. ايه رأي حضرتك في طلبات المدرسين اول يوم العام الدراسي؟ بصي، بالنسبة لمدرستنا بصراحة يعني هم ما طلبوش اي حاجة زيادة عن اللزوم. الكلام اللي حضرتك بتسمعيه اكيد ده عن المدارس الخاصة تجريبي، لكن احنا لا، الحمد لله مدرسين كان طلباتهم كلها عادية جدا، مفيش اي حاجة زيادة عن اللزوم يعني. الحمد لله مرتاحين يعني في المدرسة، مفيش حد بيطلب حاجة زيادة أكتر يعني؟ لا لا لا، المدرسة بتاعتنا جميلة والمدرسين متعاطفين معانا، هم أبهات وأمهات برضه حاسين بينا، وبصراحة ما طلبوش أي حاجة زيادة، مدرسة ممتازة يعني، مدرستنا بصراحة حلوة جدا والحمد لله. لا مفيش أي حاجة، الحمد لله. طيب ايه رأي حضرتك في الطلبات اللي بيطلبوها اول يوم العام الدراسي؟ شيء طبيعي، لازم يطلبوا، لازم يطلبوا عشان اهم حاجه بس التعليم، ان هم يعلموا كويس، والمدرسين برضو لا برضو حتى المدرسين برضو لازم برضو في الدروس برضو يبقى فيه برضو رحمه، يبقى فيه برضو رحمه شويه بس، والحمد لله. ولا احنا برضو دي رساله ولازم نقضوها، وهم لازم يطلبوا الكراريس ولازم يطلبوا ده ولازم يطلبوا ده، بس مش قوي يعني كده، لان برضو الحاجه غاليه والعيشه برضو غاليه، وبرضو بنحمد ربنا عادي. كل المدارس بتطلب نفس الطلبات، مفيش جديد يعني. لا لا مفيش اوفر، كل الحاجات اللي طلبوها الطفل استخدمها. انا برضو في الاول قلت كده بس لقيت كله استخدمه. لا انا قلت ده ايه، المدرسه طالبه حاجات زياده عن اللزوم، لقيت كل اولياء الامور وكل الحاجه اللي طلبوها لقيتها مع ابني وبيستخدمها، ما فيهاش مشكله يعني. والله احنا عندنا هنا المدرسه بتاعتنا يعني بيطلبوا في المعقول، كل واحد مثلا بيبقى عايز على قد الماده، كراستين حصه، كراسه واجب، عادي يعني الطلبات العاديه، ما فيش حاجه اوفر يعني، كلها طلبات شايفاها طلبات بيحتاجها الطفل عادي. ايوه طلبات بيحتاجها الطفل العادي، لازم يكتب، امال هيكتب ويقرا ازاي؟ لازم. مفيش حاجة جانبية ملهاش لازمة، جلاد ملوش لازمة، حاجات زيادات ملهاش لازمة؟ لا هي بتبقى حاجات فردية كده بس، مش طول السنة يعني، مش طول السنة، حاجات مؤقتة يعني كده، حاجة يزينوا بيها الفصل، وارد يعني ان حاجة زي كده تتطلب، بس مش حاجات اوفر يعني، مش حاجات ان انت يعني تتعبك. وبعدين هنا مدرستنا بسم الله ما شاء الله عليها، واخدة جودة، والمدرسين اللي فيها كلهم محترمين، وامهات وابهات جوه يعني، مش مدرسين يعني اللي هم عاصرين ولي الامر، لا الصراحه بيراعوا يعني، بيراعوا ظروف الناس كويس. طلبات المدرسين اول يوم العام الدراسي؟ لا والله طلباتهم يعني عادي، مش محدش يعني طلب حاجه اكتر من لازم يعني، عادي حاجتهم اللي هم بيحتاجوها، اللي هم طلباتهم كراساتهم وقلماتهم وحاجاتهم، بس مفيش حاجه كده طلبوها الصراحه. ايه رأي حضرتك في طلبات اول يوم العام الدراسي؟ لا حلو حلو، يعني متناول بتاعنا احنا يعني، في الحاجات الهادية
لا هو يعني مستوى المدرسة جميل يعني. أنا بنتي كانت في يعني طلعت ثالثة خلاص، بس هي كانت فيها من بداية السنة يعني حلوة المدارس يعني. المدرسة دي مستوى، انا مش بسأل على المدرسة، انا بسأل على الطلبات اللي بيطلبوها المدرسين، تيكت زيادة، اي حاجة زيادة. لا لا لا، هي الطلبات اللي هي الطالب بيستعملها بس، ما فيش حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة يعني. هي كراسات الجلادات بتاعتهم بس.